مع بعض بشيء من التفصيل. خليني بس أكبر الصفحة. هل العدد اللي بيقول ابن الإنسان الذي هو في السماء، اللي هو في يوحنا 3 13 محرف، بيقول البعض إنه الكلمة الذي هو في السماء دي محرف تم إضافتها لاحقا فيما بعد، علشان قال إيه؟ قال يضيفوا كلمات تثبت لاهوت المسيح، وبيستشهدوا ببعض المخطوطات عشان يثبتوا الشبهة. أنا أتعجب في البداية، لو كنا عايزين نضيف كلمات تثبت لاهوت المسيح مش قلنا ابن الإنسان الإله أو الله، أو الله ظهر في الجسد رغم إن هي أوريدي مكتوبة في الكتاب المقدس؟ هل هنضيف كلمة الذي هو في السماء علشان نثبت اللاهوته؟ اللي هو في يوحنا 3 13. فيقول الشبهة: أحد أشهر النصوص التي يستدل بها النصارى اللي هو إحنا على إلوهية يسوع اللي هو ابن الإنسان الذي هو في السماء، ويستشهد بكلام بارنز: لا يمكن فهم هذا إلا أنه كان يشير إلى حقيقة أن المسيح طبيعتين، طبيعة إلهية في السماء وطبيعة إنسانية. ويستشهد آدم كلارك والعلامة بروس ميتزجر وغيره. هي طبعا العدد ده يشهد على لاهوت المسيح زي أعداد كتيرة جدا. فيستشهد بكلام بروس ميتزجر، يقول اللجنة اعتبرت القراءة الطويلة أي الذي هو في السماء إضافة تفسيرية تعكس تطورا كريستولوجيا متأخرا، واعتبروها هي الأدلة الخارجية تشير إلى القراءة القصيرة اللي ما فيهاش كلمة الذي هو في السماء. ويقول بردية 66 و75 والسينائية والفاتيكانية وواشنطن، ده اللي يقول عنه. ويقول اهو بصوا كمان عندكم ترجمات زي الترجمة الكاثوليكية والعربية المشتركة والمبسطة، ما حطيتش العدد ده. كويس، باختصار شديد علشان ما اطولش على حضراتكم، هندرس التراجم مختلفة والعربي والانجليزي، بعد كده ندرس النصوص اليوناني، بعد كده المخطوطات الغير موجود فيها ومقارنتها بالمخطوطات اللي موجود فيها، والأدلة الخارجية يا ترى الآباء شهدوا لمين فيهم، وبعد كده تحليل داخلي من أدلة داخلية يا ترى مع مين، وبعد كده ملخص في النهاية. تراجم مختلفة اللي قالت الجملة بوضوح هي التراجم التقليدية زي على رأسهم الفان دايك، ترجمة الحياة والترجمة البوليسية، أما التراجم العربية الباقية فعلا ما ذكرتهمش. للسارة بتقول: ما أحد صعد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي نزل من السماء. المشتركة اليسوعية. فبالفعل يوجد ترجمات عربية ذكرت العدد وتمثل النص التقليدي، ترجمات عربية زي اليسوعية وغيرها لم تذكر الجزء ده لأنها تمثل النص النقدي الحديث. الترجمة أو التراجم العربي قدمت الموضوع ده، لكن على فكرة نلاحظ أنه العدد حتى اللي مختلف عليه في تعبير أنه ابن الإنسان الذي نزل من السماء. فالمشكك يمكن يعني فاتوا شوية أنه الاختلاف مش زي ما هو تخيل، وحندرس مع بعض. التراجم الإنجليزية اللي قدمت النص التقليدي الكامل بما فيها هي أصلا تراجم نقدية ولكن مشيت مع النص التقليدي، American Standard Version، Bishop، Darby، English Majority Translation Version، International Standard Version، King James، ومردوك، وRevised Version، وRevised Version، وInternational، وكلهم دول تراجم نقدية ورغم ذلك كتبوها، YLT، وبعض الترجمات الفرنسية، وبعض الترجمات الألمانية، والجنيفا، وغيرها وغيرها وغيرها. وامريكان ستاندرد فيرجن وتندل ويبستر وويبستر وورلد انجلش وغيرهم. كويس، التراجم اللي لم تذكر فيها الجزء ده: بايبل بيزك ان انجلش، سي اي في انجلش ستاندرد فيرجن، وجاد وورد وغيرهم. يوجد تراجم انجليزيه او ترجمه انجليزيه ذكرت نص مختلف وقالت: هو از ان ذا هيفن نوت فروم اور ووز. ف جنيفا التراجم القديمة زي بيشوب وجنيفا وكينج جيمس وغيرهم 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 يعودوا للقرن الخمستاشر، ذكروا العدد بالكامل. فكل التراجم القديمة ذكرته بالكامل وما اختلفتش في شيء.
النسخ اليونانية اللي ذكرت العدد بما فيهم شندورف. شندورف ذكر العدد. Greek Orthodox، ستيفانوس تكتس ريسبتس، البيزنطية اللي تمثل الميجوريتي تكست، والتكتس ريسبتس 1500، واللي ما ذكرتهاش هي ويستو كورت وبس. تشندورف بتاع السينائية ذكرها. أولا اللي تحتوي على العدد بالكامل ذكرت أو أونون إن تو أورانو، الذي هو في السماء. النسخ النقدية زي تشندورف وويستكورت ونستل ألاند دول اختلفوا مع بعض، يعني كل النسخ التقليدية ما اختلفوش مع بعض في حاجة. النسخ النقدية هم اللي اختلفوا مع بعض، بعضهم حطها وبعضهم لا. نسخة شندورف حطته بالكامل، لكن نسخة ويست كوت وهورت هي اللي حذفته. انتوا فاهمين انا اقصد اقول ايه؟ اللي اقصد اقوله انه النسخ التقليدية ما اختلفتش في شيء، كلهم متفقين على العدد ده. النسخ النقدية هم اللي خالفوا بعض. المخطوطات اللي مش موجود فيها هذا الجزء، بردية بي 66، العلماء وضحوا انه يوجد علامات للترقيم، فموجود نقطة طبعا مش في نهاية الجملة أو العدد، لكن لعلم النساخ بوجود اختلاف أو خطأ. فيقول لنا تعليق كتاب على البردية 66 إنه ناسخ هذه البردية كان بيخطئ كثيرا بالحذف. The scriber of P66 omit many phrases, words and parts of words that were subsequently restored by correction. فناسخ هذه المخطوطة كان مشهور بالأخطاء الحذف، ده كان بيخطئ بالحذف كتير. ودايما كان الأعداد الطويلة كان بيخطئ فيها ويحذف منها جزء. كون إن ده أسلوب موجود في المخطوطة ده يؤكد إن هو المخطوطة ده مش شاهد إن القراءة الأصلية هو عدم وجود المقطع، ده أكشولي المقطع كله موضوع إن الناسخ نسيه، وعشان كده لما اتصححت المخطوطة دي اتحطت علامة ترقيم. وموجود نقطة في علامة نقدية في نهاية العدد يوضح إن غالبا غالبا، وبقول غالبا لعدم التأكد، إن الناسخ لما أخطأ فيها تمت مراجعتها واكتشف إنه فينا خطأ في حط العلامة دي. P75 البردية 75 تحتوي على أجزاء من لو أو يوحنا، والجزء ده إن ناسخ المخطوطة وهو ناسخ مفروض بيكتب بخط كويس، وهو نفس نوعية البردية الأوكسي أيضا. البردية دي هنلاقي الجزء البردية احتمال كبير ينتمي إلى القراءات الكنسية، فهي لا تمثل النص للكتاب المقدس بالظبط. السينائية واللي طبعا اكتشفها تشندورف وأدي صورتها قدام حضراتكم وأدي صورة العدد، ترجمة المعتمدة للسينائية كتبته بالكامل. فالمخطوطة مش موجود فيها، ولكن اللي حللوا المخطوطة يلاقوا انه العلامة النقدية اللي اتحطت توضح ان في كمالة ايضا ضاعت خطأ. كويس. الصورة اللي محطوطة ويتقال عنها للفاتيكانية دي مش صورة صح، اللي بنقدمها اللي قدمها المشكك. الصورة الصحيحة للفاتيكانية هي دي اللي قدام حضراتكم في الدايركت برودكاست اللي بعرضها لكم، و ايضا مش موجود فيها. لكن هل في المقابل الخمس ست مخطوطات دول هل يوجد مخطوطات اخرى تساويهم في الزمن وموجود فيها؟ الحقيقه واكثر بكتير منهم، ويوجد ما هو اقدم منهم. في البدايه بالنسبه لليوناني، الاسكندريه من بدايه القرن الخامس موجود فيها، والعدد كامل والصفحه قدام حضراتكم. ايضا التراجم القديمه البشيته اللي تعود للقرن الرابع موجود فيها العدد بالكامل. أيضا تراجم أخرى معتمدة، وخاصة
المخطوطة الأشورية اللي تمثل نص من سنة 168 ميلادية قبل السينائية والفاتيكانية والبرديات والكلام ده كله، وموجود فيها النص بالكامل. يعني من ناحية القدم أنا العدد عندي موجود في المخطوطات الأقدم، من ناحية الانتشار موجود في الأكثر انتشارا، من ناحية التنوع الجغرافي موجود في أماكن أكثر بكتير، ومن ناحية المخطوطات اللي ما فيهاش أخطاء موجود فيها، هو محذوف فقط من بعض المخطوطات اللي نسخها كانوا مشهورين بالأخطاء وعلشان كده اتدفنوا زي الفاتيكانية والسينائية. الفولجاتا اللاتيني للقديس جيروم من القرن الرابع أيضا موجود فيها العدد. مخطوطات كتيرة جدا من الخط الكبير، كل دول يمثلوا الخط الكبير موجود فيهم العدد بالكامل. مخطوطات كتيرة تمثل الخط الصغير موجود فيها العدد بالكامل. مجموعة البيزنطية في العدد ده اللي بيها مئات من المخطوطات، كلهم فيهم العدد. مجموعة المخطوطات القراءات الكنسية كلهم موجود فيهم العدد بالكامل. مجموعة مخطوطات الخط الصغير المشهورين F1 وF13. بل أهم من ده ومن الترجمات اللي اتكلمت عنهم الترجمات اللاتينية القديمة. ليه؟ لأنها من منتصف القرن الثاني الميلادي بدأ زمن ترجمتها وتمثل نص معزول، وكلهم تقريبا موجود فيهم النص بالكامل. ITA و ITA و R و ITB و ITC و ITF و ITFF2 و ITJ و ITI و ITQ و ITR و ITE. دي طبعا ترد بقوة على كل اللي ادعى انه محرف ولا مضاف العدد او الجزء ده اضيف اليه فيما بعد الاثبات لاهوت المسيح. لا طبعا. عندكم اقدم المخطوطات زي الاشورية والترجمات اللاتينية القديمة موجود فيهم العدد بالكامل. ليه؟ لان دي ترجمات تمت من مخطوطات يوناني تعود لنهاية القرن الاول بداية القرن الثاني. السريانية من القرن الرابع سي والبلسطينيان وإتش وغيرها، القبطية البحيري، الأرامية، الإثيوبية، الجورجينية، للأسف الأرمنية والإثيوبية والجورجينية والسلافينية. كويس؟ فغير موجود في بعض المخطوطات اليوناني ولكن تمثل النص الإسكندري، لكن موجود في كم ضخم جدا جدا من المخطوطات اليوناني والترجمات القديمة. وزي ما قلت خاصة اللاتينية القديمة دي ترجمات تمت في منتصف القرن الثاني والأشورية وغيرها. بعد كده لسه هتشكك فيه. من ناحية الكثرة هو موجود في مخطوطات أكثر. من ناحية التنوع هو موجود في مخطوطات تمثل تنوع لمناطق كثيرة. من ناحية القدم هو موجود في الترجمات الأخذت عن مخطوطات أقدم بكثير جدا. من ناحية النصوص المعزولة وأهميتها أنه نص اتكتب واتعزل واتساب معزول موجود أيضا فيها ويمثل دليل قوي جدا. فمن ناحية الأدلة الخارجية من المخطوطات والترجمات القديمة مؤكد لو بنسبة القدم أو بنسبة التنوع أو غيره صحة العدد لم يتم إضافته تماما. ده أستاذ دندن، الأشورية هي تشبه البشيتة ولكن أقدم منها، لأن مكتوب على الأشورية إن تم ترجمتها بعد 100 سنة من موت نيرون، ونيرون مات سنة 68 فهي تبقى اتعملت 168. أكمل في الأدلة الخارجية، أقوال الآباء، كل ده بتكلم على أدلة تشهد على أصالة عدد. القديس هيبوليتوس من أب يوناني نهاية القرن الثاني بداية القرن الثالث بيقتبس بالعدد نصا بالكامل. قدام حضراتكم الاقتباس حسب ترجمة عالم الآبائيات فيليب شاف. ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. لو كان إضافة لاحقة، ده مش موجود في القرن الثالث ولا الرابع وضافوه بعد كده. إزاي الآباء دول من نهاية القرن الثاني اقتبسوه؟ إزاي الترجمات دي الكثيرة في منتصف القرن الثاني ترجمته كامل؟ أيضا يقتبس مرة تانية ويقول نفس الأمر. نوفاتيان من بداية القرن الثالث أب يوناني أيضا ويقتبس العدد بالكامل. أرخلاوس برضو يقتبس العدد بالكامل. أقوال كتيرة قدمها لنا أبونا تدرس صعوب ملط في تفسيره
القديس يوحنا ذهبي الفم، القديس أغسطينوس، وهكذا وهكذا. كل دول، كل اللي قلته ده أدلة خارجية، فالأدلة الخارجية بمنتهى القوة في صالح أصالة العدد، وده الميزة. ما تجيش لحد تقول له فين النص الأصلي، يقول لك محفوظ في الصدور. يا عم ده أكلته الدابة وحرقوا النسخ القليلة اللي موجود، ده محفوظ في الصدور هو كده. لا، ما عندناش الكلام ده، عندنا أدلة، مخطوطات واقتباسات. كل دي أدلة قديمة جدا على أصالة العدد. كل اللي بتكلم عنه حتى الآن الأدلة الخارجية، أدخل على الأدلة الداخلية. تسلسل الكلام، تسلسل الكلام، هل يناسب القراءة المقطوعة النقدية أم يناسب القراءة الكاملة التقليدية؟ سياق الكلام اللي بيتكلم عنه ده كلام الرب يسوع المسيح مع نيقوديموس المعلم اليهودي. كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيسا لليهود، هذا جاء ليسوع ليلا وقال له: يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، ليس أحد يقدر يعمل هذه الآيات إلا أن تعمل إن لم يكن الله معه. فأجاب يسوع قال له: الحق لا يود أحد من فوق، يعني من السماء، لا يقدر أن يرى ملكوت السموات. ويكمل ويقول رب يسوع، أجاب يسوع: الحق أقول لك، أن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر من يدخل ملكوت السموات، المولود من الجسد جسد هو، مولود من الروح هو روح. أجاب نيقوديموس وقال له: كيف يمكن أن يكون هذا؟ أجاب يسوع وقال له: أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا، الحق الحق أقول لك أننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد. على فكرة ده يطابق الفكر والأسلوب اللي جه في يوحنا الرسول الأولى 5:7: الذين يشهدون في السماء. بيقول أننا نتكلم، بيتكلم بالجمع الآب والكلمة والروح القدس، ونشهد، ونشهد من السماء، ولستم تقبلون شهادتنا. إن كنت قلت لكم الأرضيات، وهنا يتكلم بأسلوب المفرد رغم أن كان قبلها بيتكلم بأسلوب الجمع، ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ طيب هو بيشهد من السماء، قال لهم الأرضيات ما قبلوش، فهيقبلوا إزاي لو قال لهم على السماويات؟ يعني جاي من السماء بينقل لهم الكلام اللي موجود في السماء. ده الأسلوب اللي بيقول الرب يسوع المسيح: ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان. لو وقفنا هنا تبقى مبتورة، لكن الكمالة الذي هو في السماء يناسب تماما سياق العدد، سياق الكلام اللي حسب عدد 12. فهمتوني؟ يعني لما بيتكلم إن هو بيقول لهم اللي في السماويات يناسب تماما في نهاية عدد 12، يناسب تماما في عدد 13 لما يقول لهم الذي هو في السماء. ده اللي بيقوله العدد. فاحتمالين: إما أن أحد صعد إلى السماء إلا لنزل من السماء، ابن الإنسان، فما هي صفته؟ وما الداعي لذكرها؟ أما جملة ابن الإنسان هي جملة اسم فقط بدون فعل أو صفة، وده تبقى لغويا تبقى وحشة، تبقى ضعيفة. يعني إيه؟ لو قال ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان، ابن الإنسان ده مش جملة إجابة أو مش جملة توضيحية، ده اسم. فين بقية الجملة؟ فين الفعل؟ فين الصفة؟ فهمني؟ فلغويا هي ناقصة، محدش صعد إلى السماء إلا اللي نزل من السماء، ابن الإنسان. بقية الجملة إيه؟ كان على الأقل قال ابن الإنسان هو الذي فعل، الذي قال، الذي صعد، الذي في السماء. فالعدد اللي بعده بيشرح نقطة مكملة، هو رفع ابن الإنسان، زي ما نزل من السماء هو موجود في السماء، هو هيترفع على العود الصليب، رفع الحية في البرية. عشان كده تراجب عربية اضطرت تضيف كلمة مش موجودة حتى في النص اليوناني النقدي، وكلمة وهو، زي الأخبار السارة ضافت كلمة الذي. ما صعد أحد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي نزل من السماء،
دي مش موجودة في اليوناني. يعني حتى التراجم العربي اللي حبت تمشي مع النص النقدي اتزنقت المشتركة، ما أحد صعد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي نزل من السماء، ما فيش الكلام ده في النص اليوناني. اليسوعية نفس الموضوع، فما أحد يصعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، واضطرت تحط كلمة وهو ابن الإنسان. ليه؟ لأن لو كان كتبت بس ابن الإنسان، إيه يعني إيه ابن الإنسان؟ فكل دول التراجم العربية لما حب يمشوا مع النص النقدي اتزنقوا لغويا، فاضطروا يحطوا إضافات من عندهم مش موجودة أصلا في النص اليوناني النقدي اللي هم حبوا يتبعوه. لكن الفاندايك اللي كتبته يطابق النص اليوناني، لأنها جملة مكتملة تماما باسم ابن الإنسان الذي هو في السماء. عشان كده بداية عدد 14 يكمل ويبقى فيه سلاسة لغوية واضحة. طيب البعض هيسأل، رغم كل الأدلة اللي قدمناها دي، أدلة خارجية وداخلية تؤكد أصالة العدد، طب هو محذوف ليه؟ زي ما اتكلمت لحضراتكم في بردية 66 وغيرها، الناسخ فقط بتسرع، فيوجد تشابه في بعض الكلمات في العدد. العدد موجود فيه ثلاث كلمات اكشوالي بدايتهم متشابهة في العدد اليوناني اللي قدام حضراتكم، اللي بيشوفني في الدارك برودكاست واللي لونهم حاططهم باللون الاحمر قدام حضراتكم. ده سهل جدا عين الناسخ تقفز من الكلمة دي للكلمة اللي موجودة في بداية عدد 14 ويحذف كلمة الذي هو في السماء. فاهمني؟ يعني سبب الحذف ايه؟ هو نوع الأخطاء اللي يسمى التشابهات. عين الناسخ تقفز من كلمة لكلمة تانية تشبهها ويحذف اللي في النص، فهو كل اللي حصل ان عينه قفزت من الكلمة دي للكلمة دي وحذف اللي في النص. النقطة الثانية، ردا على اللي ادعى انه حط جملة الذي هو في السماء علشان قال ايه؟ قال يثبت لاهوت المسيح. لا، الكلمة دي مثبتة، بل يوجد ما هو اقوى منها بكثير. المسيح نفسه في العدد اللي ما عليهوش خلاف في يوحنا 1:18، الله لم يروا احد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب، وبيتكلم بصيغه استمراريه، هو خبر. ده اوضح ولا الذي هو في السماء اوضح؟ ده يوحنا 1:18 اوضح منها. ده لو كانوا عايزين يحطوها زياده وياكدوا بيها لاهوت المسيح كانوا قالوا ابن الانسان الذي في حضن الاب. اليوتيوب توقف، خلوني اتابع وأشوف إذا كان توقف ولا لا. ما أعتقد حدود 4 ثواني. أوكي. طيب خلوني أعمل شغال كويس. طيب أشكر ربنا. فاهميني؟ نفس الكلمة أو نفس العدد، عدد آخر جاي بنفس المعنى، لو كنا عايزين نحطه كإثبات لاهوت اكشلي كانوا استخدموا اللفظ اللي موجود في يوحنا 18، ابن الانسان الذي هو في حضن الاب، وعلى الاقل كانوا خدوها كوبي بيست. فاهمني؟ نفس المعنى موجود، ليس احد راى الاب الا الذي من الله. برضو كانوا ممكن ياخدوا الجزء ده، ليس احد راى الاب، ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء، ابن الانسان الذي من الله. يوحنا 6:33، لأن خبز الله هو النازل من السماء والواهب حياة للعالم. وكل الأعداد تتكلم بصيغة استمرارية. وآيات أخرى كثيرة جدا، يوحنا 6:38، نزلت من السماء، ليس الأعمى مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني، أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، وغيرها كثير. فلو عايزين اقعد اذكر لكم في اعداد تشبه هذا الفكر كتير جدا،
كل دي أعداد قدام حضراتكم تقدم نفس المعنى، ومش بس في إنجيل يوحنا، بقية الأناجيل. فمش عارف أقول إيه هؤلاء اللي بيحاولوا يدعوا شبهات ليس لها أي دليل ويحاولوا يبنوا عليها كل الخرافات دي كلها. فأولا اللي بيدعي أن هذا العدد احنا حطينا الإضافة دي قال إيه عشان نثبت لاهوت المسيح؟ لا، عندنا المخطوطات، وقدمت كم الضخم من المخطوطات اللي تشهد على أصالة العدد. إذا كان غير موجود في بعض المخطوطات من القرن الثالث والرابع، مشهورين بكثرة أخطائهم، لكن موجود في مخطوطات كثيرة جدا مشهورين بدقتهم. عندنا مش بس المخطوطات، عندنا تراجم قديمة نقلت من مخطوطات يوناني أقدم أكثر دقة بكثير في إنجيل يوحنا 3:13 زي اللاتينية القديمة وغيرها. أقوال الآباء من القرن الثاني وما بعده اقتبسوا العدد، اقتبسوا عدد ازاي؟ بالكامل لفظا، عدد ضيف فيما بعد، ما كانش موجود زي ما بيدعوا حتى القرن الرابع. التحليل الداخلي يؤكد هذا الأمر. وأخيرا زي ما قدمت أعداد كثيرة كلها تقدم نفس الفكرة على الرب يسوع المسيح الذي هو في السماء.